وإلك عين. كافيين معكم أكيد، وخلينا نحكي عن العنف الموجود بمجتمعنا وكيف فينا نلمسه. صباح الخير. صباح النور. بدي أقولك بالبداية أنه عنا جملة دايما بنسمعها، انه ما حرام له همومه فوق راسه ومعطر، وعرفتي انه انجا معه ياكل ويمكن امه مريضه بنته مدري شو بها، بس انه بنحلل له اذا عمل تصرف او بيكون عنده انفعال بطريقه مشبوهه، يعني مخدوشه، بتخدش او بتخدش. اذا بنفكر بحدا وبنعذره، تصرف لا باس به اذا بهديني انا عن ردة فعلي على غضبه، بس إذا عم بكبت غضبي بهالطريقة لحتى ما جاوبه منه صحي. فلهالسبب من الضروري نفهم الغضب، الغضب كيف يطلع. نحن هل نحن عايشين ببلد غاضب، بمنطقة غاضبة؟ هل عنا غضب هيك مثل خبزنا وأكلنا وشربنا اليومي؟ لازم نفهم كيف بيمشي الغضب. بس قبل بعتقد رح نحضر ريبورتاج ونشوف شو جاوبونا الناس عن الغضب على الطريق. أكيد. الجو متقاطول متوتر والناس مش عم تقدر تضلها، اعصابها تعبت، العالم كلها اخلاقها ضيقه، الحياه صعبه، لازم الكل تكون ستريس طول النهار، فيش اشي سهل ابدا في الحياه، كثير معصبين مش شوي، واكتئاب مش طبيعي. كل الناس يمرون يعني بستريس ودائما معصبين، ويعني وتكون روحهم ضيقه نسميها احنا يعني. فانتو ماشي حدا بيخبط فيك بيتقفقف، بتقطع قدام حدا بالسياره بسب لك. ممنوع حدا يضحك، العالم ما بعرف شو صاير لها، هستيريا مش طبيعيه، ستريس، وضع البلد كله خلص بدنا نفل كلنا، تعصيب موجود، يكفي انه تطلعي بوجهنا مكرنشين، ما في عالم مرتاحه، ما في عالم عم تضحك، اشي بهالبلد ما بيعصب، يعني كل شيء بيعصب. شفت كيف رديت الفعل؟ كنت ناطره عم تقولي لي ناطره حدا يطلع ايجابي. ايجابي بس. ليك دقينا على الوتر الحساس، هيدا السؤال بدقق. بس اذا حتى لو كان ايجابي حيكون عم بينكت بطريقه. عم بينكتها. صحيح. وفي كثير ناس بالمقابلات حطوا الغضب مع ستريس مع التعصيب، جمعوهم كلهم مع بعضهم لانه في حاله نحن عايشينها وخاصه بمنطقتنا، بس هي وين ما كان بالعالم بس بدرجات اقل. الغضب شو؟ الغضب هو في كثير من الباحثين بيسموه شعور. اوكي. بس في قسم كبير من الاخر من الباحثين بيقولوا لك انه هيدا شعور ثانوي جاي من شيء قبله تحته مخبى دائما هو الخوف. يعني انا لما بغضب لانه خايف على منطقه الامان تبعي حدا عم بفوت عليها، فبغضب وبطلع غضبي. الغضب جزء من شخصيتنا رولا، الغضب بحد ذاته هو ناتج عن تريجر، عن فتيشه، والفتيشه اللي بتغضبني غير الفتيشه اللي بتغضبك، غير الفتيشه اللي بتغضبه. مرتبطة جدا أيضا غضبي إذا بيطلع أو ينزل، مرتبط أيضا بخبرتي، بشخصيتي، برؤيتي للأمور. يعني يلي ما يغضبني ما بيغضبك يمكن. صح. وبلاحظ لما بحكي مع الناس أوقات رولا بكون عم بقول لي عندهم ميول الناس إنه بشرفك، إنه هيدا شيء ما بيطلع الواحد من حاله. إذا بطبطب وبقول إيه معك حق، أوقات بقول أنا هيدا الشيء ما بيطلعني من حالي، لما بحكي بلغة الأنا، أنا شخصيا هيدا الشيء ما بيعصبني، دغري الآخر بيرجع للأنا تبعي وبقول لي بقول لي إيه بس أنا هيدا الشيء بيعصبني، أنا هيدا الشيء بيعصبني.
كل واحد بيتلقى في الغضب بطريقه معينه. اذا تلقفنا للغضب يختلف مع اختلاف شخصيتنا. صحيح. شو اللي بيسبب الغضب؟ الغضب في مراحل للغضب، هلا رح احكي عنها، يلي هي في فتيشه بتجي، في امر بيستفزني وبيبلش يطلع لي الغضب. الغضب بيقطع بخمس مراحل. المرحلة الأولى هي الفتيشة، هي الشيء يلي بيحركش فيك بيعملك بعمل هيك عليه. المرحلة الثانية هو المرحلة التصاعدية، المرحلة التصاعدية هون ما بتقعدي بتعرفتك كثير. هون بعد يمكن شوي ممكن يساعدوني، ايه؟ بس شو بيصير بالمرحلة التصاعدية لما شيء عمل لي هيك؟ ولو ببلش يدق قلبي، ببلش حرارة جسمي تطلع، ضغط دمي بيقدر يطلع بالأرقام بلا ما أنا أنتبه، عيوني بيصيروا يرفرفوا أكثر، الريق بينشف بتمي، في كزكز على سناني، يعني عندي رد فعل فيزيولوجي على هالفتيشة إذا أنا أخذتها. الفتيشة بتجي عم بطلع هون أنا بمرحلة الصعود، مرحلة بناء الكريزة إذا بدك. هون بعد يمكن في حدا إذا تدخل يهديني أو يروقني أو يساعدني إني أضبط حالي، أو إذا أنا بقدر أتعلم ضبط حالي بعد ممكن إني ساعد حالي. المرحلة الثالثة هي مرحلة الكريزة، الانفجار. هون طلع الغضب، فلتت خلص، ما بقى عم بتحكم لا بكلامي لا بتصرف الجسدي، بكون واعي حتى صار واحد بيطلع عن طوره بيقوله. صح صح، بصير انا بمرحله يعني اذا بتجي لتهديني يمكن تستفزيني اكثر. صح، يعني طولي بالك يا تانيا وتانيا والعاني وهاجمي. هون هون للاسف هي مرحلتها للاسف من ميل، ما بيقدر نعمل شيء كبير، بس لحسن الحظ هي مرحلتها قصيره. يعني ما بتطول، الكريزة فيها تطلع بجمله وحده مأزية جدا، أولى فيها تطلع بضربة أو أعملها إلى ما هنالك، بس مرحلتها إجمالا يبدو حدا يلقطني بالقوة إذا أنا صرت عنيفة يردني لورا بالقوة، ما في حكي وأخذ وعطى وتعي واسمعي لي ويا حبيبتي ويا عيني، ما بيمشي الحال بهيدي المرحلة، فقط ما بيمشي الحال، لأنه هو في واحد يقتل في واحد. صح. عرفت يعني يتكب هون تصرفاتنا الغاضبة، برافو لهون تصرفاتنا الغاضبة حسب خبرتنا وماضينا وشو نحن وكيف نتصرف بالغضب، معقولة تخلينا نتصرف تصرف نندم عليه كل حياتنا بعدين. فإذا بهي المرحلة اللي هي قصيرة بده حدا يلجمني، حدا يساعدني، أو بس حدا يجي يحاكيني ويهديني، ما رح ينفع. هالمرحلة القصيرة بتنتهي بمرحلة، بس هو سؤال، وقت الواحد بيرتكب مثلا شيء بهيدي المرحلة اللي ايه؟ خلص ما بيكون طلع من حاله، ايه بينتبه، لأنه بيقولوا لك إنه ما كنت واعي شو عملت. صحيح، هيدي بتجي بالمرحلة اللي بتلحق الكريزة، يلي هي المرحلة اللاحقة الرابعة من الغضب، يلي هي بسموها بلاتو، يعني مثل زحليتا، مثل بستان، مثل سهل، الصحصحة، الريكفري، الصحوة. هيدي بتستمر ليكي قد ايه؟ بين 45 دقيقة و90 دقيقة، هالقد ساعة ونص او 45 دقيقة. بدي لاهدى، ليروق جسمي رفات قلبي، لاستوعب شو صار، لاستوعب ما كنت مستوعب، لا اقدر اوصل اقول ما شفت شو عملت، ما انتبهت لحالي، بدي هالقد وقت. وهيدا الوقت كمان خطير، ليش؟ لانه في يجي يستفزني شيء ثاني صغير، ارجع اولى، اعمل كرايز صغيرة، انا وبعدني جسمي مخضوض كلياته، وجسمي الادرينالين فيه والعان، هيدي المرحلة أنا بعدني بمرحلة الخطر، بس بدي هالقد وقت لروق من هالكريزة الصغيرة اللي طلعتها، أوكي. بين ال 45 دقيقة وال 90 دقيقة، وما يجيني أسباب تانية ترجع تخليني أعمل البيك، صح. ومن بعد هيدي المرحلة في مرحلة الانهيار بيقولوا لها، المرحلة الديبريشن، الديبريشن يلي هي بندم شو عملت، يلي هي كيف تصرفت بهالطريقة، شو عملت، كيف بدي ظبط يلي عملته، هي يلي او في نكران، اعمل نكران للي عملته، انه انا كان بس ضحيه، انا هيك عملت، هي بقول لها ديبرشن. هيدا الوزن تبعها كثير بوجع، هيدا فيه يستمر اشهر وسنين ويمكن حياه حسب شو تصرفت بمرحله الغضب تبعي. امتين في روق او اشتغل على حالي لما اوصل على الكريزة؟ بمرحلة الفتيشة أو التريجر، وبمرحلة التصاعدية نحو الكريزة. هون في اشتغل على حالي، دايما منقول بخيالنا نحكي فينا نشتغل على التنفس، أعرف حالي أنه أنا هلأ غاضبة، هلأ عم يطلع الأدرينالين بجسمي، بدي أتنفس، منقول عد للعشرة، مش عد للعشرة أنه هلأ خليني يقطعوا العشرة لفرجي شو بدي أعمل فيه، مش هيدا أبدا، هني يخلصوا العشرة، يعني ريتك ما عدت، ايه ما عدت، لا هو العشرة مع
ادراك انه انا تانية انتبهي عم تطلعي من حالك، انت هلا معصبه على الاخر فيك تخبصيها. لما بذكر حالي بهيدي الحاله بكون عم بخلي هالعشر ثواني يقطعوا لينزل الادرينالين من جسمي وتطلع ماده الدوبامين وما اطلع من ذاتي. الاحاسيس يلي بحسها انا وعم تطلع الادرينالين بجسمي بتساعدني اعرف اني انا بمرحله خطر على حالي وعلى الاخر، يلي هي قلناها الرجفين، تكسكس على السنين، دقه القلب اللي عم تطلع، اللهث بالنفس، هيدا الغضب لما بيكون عم ينبنى، لما بلاحظن في اما عد للعشره بيني وبين حالي. والاحلى بعد يلي دائما بنقوله بيخلينا نحكي ويلي كثير باحثين بينصحوا فيه هو اني قول اني على العالي اني انا بمرحله هلا غاضبه جدا، يعني في قلك اذا تنقول انت عملتي شيء وانا اغضبني وحاسه حالي عم بطلع واصله على الكريزه رح هبشك بعدين، قلك لما شفتك عملتي هيك رولا هلا حسي قلبي عم يطرق مليون، غضبي عم يطلع بقوه، بفضل ما احكي هلا، اعطيني وقت لانه في اعمل شيء اندم عليه. لما بعمل فيرباليزاسيون، لما بحط كلمات على يلي عم بحسه، كمان امر حسب كل الباحثين بيساعدني جدا اني نزل هالادرينالين. مش معناتها صح من المشكل، معناتها اقدر ادارك المشكل واتعاطى معه بطريقه فاعله ما فيها اجريشن، ما فيها شو بيقولوا له العدوانيه، لان العدوانيه بالغضب هي اللي بتخليني اتصرف بالغضب بشكل غلط. بس انه في ناس بيقول لك ما انه مثلا ما تحكي لي جلدي اكثر لانه ممكن اغلط. انا اذا معوده على التريجرز دائما يستفزوني رولا، انا شوي شوي بصير عايشه حياتي كلها بغضب، بصير انسان غاضب كل حياتي، بصير انسان اقل شيء بيستفزني صح، وبصير حياتي جحيم لإلي وللي حوالي ولعائلتي، وبأثر على اللي جاي وبأثر على صحتي صح. وهيدول التفاصيل رح نحكي عنهم اكيد بعد الاعلان طبيعي. يعني هيدا الشيء بدي اعرف انا اداركه، لانه الثمن الباهظ يلي عم ندفعه مثل ما شفنا بالريبورتاج ثمن كتير غالي. هيدا ستريس كونتينيو هو حاله غضب دائما عم نعيشها، ورح نشوف شو بتقدر تعمل فينا صحيا ونفسيا. للاسف في قصص انه هي بتنفرض عليكي، يعني الغضب بيجي مفروض عليكي، بس هو كيف واحد يتفاعل معه مزبوط بتكون بتوقف علينا. مزبوط. رح نتوقف مع فاصل اعلاني تانية، ولكن اكيد رح نرجع معك ونكفي موضوع المشيق لليوم.